شو؟ مش ناوي تقلي شو صار بينك وبينها امبارح؟ احكي لك كلمة قول. ماشي. يلا يلا. نعم. معنا أمر تفتيش البيت. تفضل. عشو بقى بتفتشوا؟ شو بده يفتشوا يعني؟ لا شيء سرق؟ علمي علمك يا ابني، بس هالجرسة والفضيحة مش حلوين ابدا. شو رح يقولوا جيران؟ شو هول؟ من وين هول؟ 100 دولارات ببيتي يلي براد وفاضي. كانوا تحت فرش التخت لحدا منكن هولي؟ هيدا تخت مرت ابني. شكرا. لحظة لحظة، شو يعني هول؟ لحظة احكي معي، احكي معي. ما عم بفهم. بده يكونوا من المبلغ يلي سرقته. كانوا تحت فرشتها سيدي. بيت أهلا ما لقينا شي سيدي. اطلب لي خليل صافي وبعث لي سمر هلا. حاضر. النقيب والمغفر كله على راسي. اللي حط هول تحت فرشتي هو بيعرف وين الباقي؟ هيدا اذا كان في باقي، كل اللي قدروا حطوه 1000 دولار. انت عارفة انك عم تتهمي جوزك او امه، اذا مش انت مخبيه المصاري؟ ليش لا؟ هن على طول بيتهموني. سمر، انا مضطر وجه لك تهمة السرقة. بناء على هول، دليل، اثبات. ان شاء الله تلاقوا 9 الباقيين. بدي يكون وزعتهم كل شوي بمطرح، خريطة الكنز. شو مصيري هلا؟ شو؟ سمر، إذا المصاري معك منحلها مع خليل بلا دعاوي، بيخدن ومننهي الموضوع. صدقني أستاذ، ما إلي علاقة بهالقصة. موضوعك صار بده محامي. محامي؟ ما معي حط حق محامي. بتعرف شي محامي ببلاش؟ ببلاش لا، بس انت بتعرفي محامي. مين؟ ولو اللي كارته معك واللي يا ريته كان خبصك مثل ما قلتيلي امبارح.